لماذا يجب التوقف عن نتف شعر الأنف؟ بالنسبة لنا وللوهلة الأولى، يضفي شعر الأنف مظهرا غير جذاب على الوجه، ولكنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة، وهو أهم سبب للتوقف عن نتفه. ففي لقاء أجراه فريق برنامج بيزنس إنسايدر مع الدكتور إريك فويجت الأخصائي في مجال الأنف والأذن والحنجرة في جامعة نيويورك، للتحدث حول موضوع شعر الأنف ومخاطر نتفه للتخلص منه، حيث وضح الدكتور فوائد شعر الأنف في تنقية وتصفية الهواء الذي نستنشقه كل يوم. ولكي نفهم الموضوع بشكل أدق، فإن الأنف يحتوي على نوعين من الشعر، أحدهما ذلك الذي نراه ونرغب في نتفه والتخلص منه، والذي يعرف بالخطارات أو الشعيرات الأنفية لفيبريسي، والآخر هو الأهداب المجهرية سيليا، المسؤولة عن تصفية المواد المخاطية في الأنف ودفعها إلى الوراء بحركتها المستمرة حيث تذهب إلى المعدة. فإن قمت بنتفها، فإن الجراثيم والجسيمات الصغيرة قرب حويصلات الشعر المنتوف قد تسبب الالتهاب، وعادة ما تكون الالتهابات في هذه المنطقة خطرة نوعا ما، نظرا لكونها تقع في منطقة مثلث الخطر في الوجه، والذي تمتد بين أعلى الفم وأسفل الأنف، وسميت بهذه التسمية لأن الأوردة التي تنقل الدم الخارج من منطقة الأنف تلتقي مع الأوردة التي تنقل الدم القادم من الدماغ، مما قد يتسبب في الإصابة بالتهابات خطيرة جدا كالتهاب السحايا أو التهاب الأغشية التي تحيط بالجهاز العصبي المركزي متمثلا في الدماغ أو الحبل الشوكي أو الخراج الدماغي، وهو خراج يظهر في أنسجة المخ نتيجة وجود التهابات أو مجموعة من الأجسام الملوثة القادمة من المناطق القريبة. هذا النوع من الإصابات قليل الحدوث وغير شائع عادة، لكنه قد يتسبب بمشاكل خطيرة جدا للأشخاص ضعيفي المناعة، ويعتمد ذلك على نوع الإصابة. فالالتهاب السحائي البكتيري قد يكون خطيرا جدا ومميتا في بعض الحالات. ففي المرة القادمة التي تفكر فيها بنتف شعرات الأنف، قم بتقليمها بالمقص، فأنت بأمان طالما لا تكون قريبة جدا من الجلد المبطن للأنف، مما يسمح بوجود بعض الطول لتنقية الهواء وتجنب الإصابات في هذه المنطقة الخطيرة.